نتعرف عليك. طول توني صبري تحسب مسبيرو وصاحب البطل مينا دانيال. حضرتك كنت في المسيرة؟ معلش انا هعصر عليك شوية وتحكي لي بس اللي حصل. ماشيين كلنا بنقول سلمية سلمية وعايزين نتكلم سلمية، فجأة بدون اي اسباب ولا دوافع لقينا الجيش المحترم اللي بيحمينا ابتدى يضرب طلقات نارية في الهواء، طلقات حية على الشباب. وقفنا مندهشين اللي بيحصل. فجأة لقيت البطل مينا دانيال الشهيد واقف بيقول لي توني خد بالك على نفسك وعلى اخواتك. بقول له مينا انا كويس، خد بالك على نفسك ارجع انت. قال لي بطل جبن. فجأة لقيته اتخرم، لقيت مينا اتخرم ووقع، شلته بودي للإسعاف. لقيته مسكني بيقول لي وصية واحدة بس، لفوني بقى على مصر وتزفف الميدان. دي الزفة الوحيدة، دي الوصية الوحيدة اللي وصلها لنا، اتلف بقى على مصر وتزفف الميدان. ودينا على المسرحة مستشفى القبطي بتشرح، وابتدى بعد كده يشيل الرصاص اللي فيه تاني يوم ما بقتش في تلاجة، بقيت وحطه فوق التلاجة عشان التلاجة كانت مليانة جثث. بعديها على طول دخل البطل لبسناه وحطينا له كولونيال البطل، حطينا له بيرفان ودينا له القدرائية تصلى عليه. بعد كده 16 جثة طلعوا على 6 اكتوبر، والبطل الوحيد مينا دانيال زي ما طلب خد العربية طلعنا بيها على التحرير زي ما طلب. لكن تلقينا هجوم من قبل بعض بلطجية في غمرة، حدفوا طوب، ابتدوا يحدفوا طوب على الصندوق بتاعنا، نجري على الجثمان وديناه في ميدان التحرير، زفناه زي ما طلب وطلعنا بيه على 6 اكتوبر. ومن 6 اكتوبر وطلعنا مع اخواته على عزبة النخل. خدي حالك، شكرا.